بول او كورات كفتة الفراخ مع اللوز. طيب هنعمل ايه؟ هنشوف مقاديرنا. عندي كورات الدجاج باللوز، عندي صدور دجاج ولوز مبشور، عندي زيت بقسماط بيض، عندي لبن لبراي يعني، عندي فصين توم بصلية ناعمة، طبعا الخضار السوتيه بتاعي كوسة وجزر وبطاطس عشان على النار بسلقهم وهم، وطبعا الفراخ النهاردة عايز اعملها بطريقة جميلة. ده شوية كزبرة خضرة، شوية شبت احبشها بأي تحبيشة عشان تطلع معايا طعمها جميل. دايما اي حد طباخ بيشتغل لازم يعمل حاجة جديدة ويجدد، وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ما في مليون فتة اتعملت، في مليون شيف عمل فتة، لكن عايزين نجدد. هو ده الفرق ما بين سي بي سي سفرة وما بين قنوات تانية. مالناش دعوة بحد كده. هنا ادي التوم، يا سلام كمان وديها سنة جنزبيل. طول ما في ايدي حاجة اشتغل بيها اشتغل، انا محدش. ادي بصلية مش كتيرة اهي كده اهو. صح يا عم شريف، انت مش هضم لي ليه النهاردة؟ شكلك كده مقير مني. يلا عقبال ما تغير هدومك كده اهو. شيل بقى دول. شوية كزبرة وشبت. يلا اطعم الليلة زي ما تيجي تيجي. ست نور. ايوه. سلام عليكم يا ست نور. عليكم السلام يا شيف. امور يا ست نور. صراحة تسلم ايدك على الاكل اللي انت بتعمله. تسلمي لي يا ست كل، انا مبسوط باتصال حضرتك. والله يعني بجد تسلم ايدك. الله يكبر بخاطرك ويخليكي ليا. انا خالتي مش بتفوت لك اكله. نعم. وسام يعني مش بتفوت اكله لحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم، يا اهلا بيك. والله انا عايز اسال على طريقة البشاميل. على عيني يا فندم. ماشي. طريقة البشاميل؟ اه. هو عندك كوباية، عندك ثلاث معالق زبدة، ثلاث معالق دقيق مع مكعب مرق، بنحطهم على النار بينملوا مع بعض، بنزل بنص لتر لبن. بعد ما بيغلوا كده عندك بتشوف السمك بتاعهم لا هي مظبوطه بتنزليها، مش مظبوطه بتسيبيها لما تتظبط. لو خفيفه هنديها على النار دقيقتين تاني هتتظبط معايا على النار، لو هي خفيفه هتسيبيها على النار هتظبط، لو تقيله هديها شويه لبن هتبقى معاكي زي الفل. كده بفرم كل حاجه عندي اهي، اديهم كمان بضاعه عشان تسهل الامور معاها، وفي نفس الوقت تقفش معايا الفراخ. شفت شغل الطباخين؟ اه. شفتوا بقى الليله مشيت ازاي؟ اهو هنا واخده كل التوابل، ملح وفلفل وكزبره وشبت وتوم وبصل، كل حاجه هنا جميله. ادي الفراخ بتاعتي مفرومه اهي، خدت ملح وفلفل، اديها شويه توابل. يا عم حسن سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا ابو علي؟ حسن. الو. ازيك يا ابو علي؟ تعالى يا حسن. انت حسن يا ابو علي؟ أنا حسين. إيه يا جميل؟ كده عندي الخضار السوتيه اشتغل؟ صباح الفل عليك يا حبيب قلبي. صباح الخير عليك يا ابني. أمرني يا أبو علي. عندي كده الخضار السوتيه أهو، شكله يفرح قطع كبيرة مش صغيرة. وأبدأ أشتغل بقى كده أهو. ألو؟ يا ست هنا؟ صباح الخير يا هنا.
الو الو، انا عايز اعرف طريقه الشوكليت كيك. الشوكليت كيك يا هدى، تاني مره هتطلب النهارده. يلا يا ست هدى من فضلك. يلا اهو. حاضر يا فندم. كده كله بيتجانس مع بعضه. طيب كده حلو اهو. عندي ادي الالموند اللي هو مبشور اهو، لوز، ادي شويه بقسماط وشويه هنا كده، ادي الدقيق، كده الخضار تمام كده عليه. كيكة الشوكولاتة على الهواء قدام حضرتك، يا ريت تصوريها بالموبايل. اشكرك يا فندم. كده حبة بقسماط عملوا لها شخصية اهي. نجيب دول كده على جنب، نشيل بقى كل الليلة دي من هنا. ادي ده البراي بتاعي. ما تشوف لي يا عم فين احمد، حد يشوف لي واحده غير دي جماعه صغيره شويه اكسسوار. طيب كده هنا لو عندك قدام يا حسني، لو واحده اصغر من دي يا حسني ما فيش مش مشكلة، بس لو عندك هات. كده كسرنا اللوز مع البقسماط اللي بنقول عليه ألموند، بوم ألموند. كده ادي الألموند اهو، اشيل ده من هنا كده اهو، وادي الدقيق كده. لقيت خلاص مش مشكلة. هنشوف كده نطلعها كده. الاء الو الو الو، ست الاء. ايه ست الاء؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، مشتاقه على اكل حضرتك. اموريني سعادتك يا فندم. الو، سامعك يا فندم. بقول لحضرتك مشتاقه على الاكلات اللي بتعملها لنا. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. ميرسي يا سيدي، اموريني سعادتك. ليك اي سؤال عندي يا فندم؟
طيب كده هنا ست دنيا. ازيك يا دنيا؟ الحمد لله. واموريني يا دنيا. عايزه اعرف طريقه الكب كيك. حاضر يا فندم، هجيبه لك على الشاشه على طول. حاضر، اشكرك يا استاذه دنيا. خلاص خلاص خلاص. كنت عايز اعمل على فرانك يعني كده، واعمل زي الناس اللي ايه. ها؟ ما هستنى بقى حنتف واعمل وبتاع. خليها بقى بالبركه كده احسن حاجه، البركه. كده خلاص. الكب كيك على الهواء قدام حضرتك اهو، يا ريت تصوريه بالموبايل كده اهو. كده هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اهو دور المحطة وارد راح بقى. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وهنطلع الكفتة بقى كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. كده عراء المثل لا سحر ولا شعوذة. ادي الخضار السوتيه وادي الكفته. كده دي الكفته بتاعتي.